فلاش سبورت. أهلا وسهلا بكم اللي نسل كل الموجات لذا الوطنية التونسية. اليوم الموعد مع مقابلة الدورة النصف النهائي لمسابقة كاس تونس هذا الموسم الأربعة متاع عشر. الموعد مع المباراة الأولى في ملعب الشيد ليزويت مواجهة منتظرة بين الأولمبي البلجي والملعب التونسي التحكيم أمير لوسيف. في غرفة الفار في هذه المباراة الحكم الفرنسي باستيان ديشيبي. في المقابل المباراة الثانية تنطلق مع الخمسة متاع العشية في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت مواجهة منتظرة بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي التحكيم عامر شوشان. وفي غرفة الفار الحكم الفرنسي بنوا ميلوت. زوز مقابلات نجم تبعهم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من خلال رياضة وهداف من الأربعة حتى الثمانية متاع الليل مع زميلتنا نجوى الطلبي. الأولمبي البيجي الملعب التونسي بصوت زميلنا مهدي عبيد وزميلنا عماد بن عمار. في المقابل الخمسة متاع العشرين مباراة نادي رياضة البنزرتي ونادي الإفريقي بصوت زملائنا رفقي بوستة والمنجي نصري. في النادي الرياضي الصفاقس اتفاق رسمي مع المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس 47 سنة خاض عديد التجارب التدريبية آخرها في فريق بيترو أتليتيكو الأنغولي. كذلك درب الشرق الإماراتي وكان مدرب مساعد في براغا البرتغالي كذلك بورتو البرتغالي والأهلي المصري والوحدة الإماراتي مع المدرب البرتغالي جوزي بيسيرو. في النجم الرياضي الساحلي بعد مغادرة فرج بن جيم الفريق نحو تجربة احترافية في البطولة الإماراتية من بوابة فريق عجمان الإماراتي المالي سوميلا سيدي بي يغادر الفريق بعد فسخ العقد بالتراضي. سوميلا سيدي بي تنازل على مستحقاته المادية المتخلدة بالذمة لدى الفريق. يوم الجمعة القادم الموعد مع مباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية مواجهة منتظرة في ملعب مصاب الجنات بالمناستير الخمسة متاع العشية بين شبيبة العمران والترجي الرياضي الجرجيسي. مباراة ستدور دون حضور جمهور. على ذكر فريق شبيبة العمران رسمي شبيبة العمران الصاعد حديثا الصاعد هذا الموسم لبطولة الرابطة المحترفة الأولى يختار ملعب الشيد ليزويتن لاستضافة منافسيه الموسم القادم في أول تجربة لي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. قرار لجنة الاستئناف بخصوص إعادة مباراة الجولة العاشرة لرابطة الهوات بين فريق سكك الحديد الصفاقسي ونادي كرة القدم بالمثيل أثار احتجاج فريق أمل بوشمة لأصبح مصير صعوده للرابطة الثانية مرتبط بهذه المباراة. قرار الاستئناف البارح السيد وليد أحمد رئيس نادي أمل بوشمة يتحدث عن هذا الموضوع لزميلنا مالك فرحات. حالة احتجاج كبيرة من جماهير الأمل الرياضي بوشمة بعد قرار لجنة الاستئناف اليوم توقعنا الحقيقة الناس كلها بعد ما تجت مرتين الاجتماع اليوم الناس كلها كانت تستنى في قرار لصالح الأمل الرياضي بوشمة بصفتها طرف مباشر في القضية هذه. ما رعنا إلا تفاجأنا بالقرار إعادة مقابلة بين السكك والمذالة الحقيقة مفاجأة كبيرة الحقيقة نشوف فيه هضم كبير الجمعية اللي كملت تقريبا الموسم في المرتبة الأولى ب 56 نقطة اليوم نلقوا مصيرنا مربوط بماتش معنا فيه حتى شيء معنا فيه حتى علاقة بين الرلوي والمذالة. نطالبوا للجامعة والسلطة الإشراف السلطة الإشراف باش تدخل في الموضوع هذا سابقة في تاريخ الكرة الحقيقة عمري ما شفت عمري ما 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 ما, 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 ما تعدى علي قرار كيما هذا. القرار الريزيرف كان طاح المرة الأولى في على مستوى الرابطة بعد ما تأجل مرتين على مستوى لجنة الاستئناف اليوم يتعاود. كرة السلة النادي الافريقي فاز البارح على فريق الاتحاد الرياضي المناستيري في المباراة الرابعة من سلسلة نهائي بطولة كرة السلة بنتيجة 69 مقابل 59. بهذا الانتصار النادي الافريقي يؤجل الحسم في لقب البطولة واللجوء الآن إلى مباراة فاصلة لابيل مباراة لابيل يوم الغد الخميس 27 جوان 6 متاع العشية في قاعة محمد مصالي بالمناستير مباراة لتحديد بطل هذا الموسم بالنسبة لكرة السلة. كأس أمم أوروبا 2024 المقام حاليا بألمانيا اليورو 2024 الجولة الثالثة لمجموعة الرابعة البارح تعادل بين المنتخب الفرنسي ومنتخب بولونيا. في المقابل النمسا يحدث المفاجأة البارح فاز على هولندا 3 أهداف مقابل 2.
ثلاثة منتخبات في هذه المجموعة يمشيوا للدور الثمن النهائي. النمسا في الصدارة برصيد 6 نقاط يتأهل للدور الثمن النهائي. المركز الثاني كذلك المنتخب الفرنسي بـ5 نقاط يتأهل للدور الثمن النهائي. وأحسن ثالثة هولندا 4 نقاط عنده يتأهل للدور الثمن النهائي. البارح كذلك الموعد كان مع زوز مقابلات لحساب الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة. تعادل 0-0 بين المنتخب الدنماركي والمنتخب السربي. والمنتخب الأنجليزي يتعثر من جديد أمام سلوفينيا 0-0. المنتخب الأنجليزي برصيد 5 نقاط في الصدارة. المركز الثاني الدنمارك، سلوفينيا 3 نقاط. ثلاثة منتخبات كذلك في هذه المجموعة يمشيوا للدور الثمن النهائي، المنتخب الأنجليزي الدنمارك وسلوفينيا. اليوم الموعد مع الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة وكذلك المجموعة السادسة. في المجموعة الخامسة زوج مقابلات مع الخامسة متاع العشية، سلوفاكيا مع رومانيا وأوكرانيا مع بلجيكا. كل المنتخبات عندهم 3 نقاط في هذه المجموعة. من سيمر للدور الثمن النهائي؟ ننتظر اليوم العشية. في المجموعة السادسة 8 متاع الليل الموعد مع زوز مقابلات، المنتخب التركي في مواجهة للتشيك وجورجيا في مواجهة للبرتغال. المنتخب البرتغالي اللي يضمن تأهله منذ الجولة الفارطة موجود في الصدارة برصيد 6 نقاط. مركز الثاني تركيا 3 نقاط، التشيك وجورجيا كل منتخب عنده نقطة واحدة. إلى حد الآن التأهل للدور الثمن النهائي نلقى ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، إنجلترا، دنمارك، سلوفينيا، النمسا، فرنسا وهولندا. كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية الجولة الثانية، المنتخب الكندي فاز على بيرو 0-0 البارح. والمنتخب الأرجنتيني ينتصر في الدقائق الأخيرة على منتخب تشيلي 0-0، هدف لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر في الدقيقة 88. هذا الانتصار المنتخب الأرجنتيني يمر رسميا للدور القادم في الكوبا أمريكا. أعلن البارح فريق ريال مدريد الإسباني عن مغادرة القائد ناتشو اللي خير أنه ينهي مسيرته الرياضية في فريق ريال مدريد. ناتشو واحد من أساطير الفريق الملكي. المدافع ناتشو اعتزل في عمر 34 سنة ابن ريال مدريد، عدى 12 موسم في الفريق الأول، لعب 364 مباراة، أحرز خلالها 26 لقب مع ريال مدريد. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.